اعزائي المشاهدين اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم من حقها زي ما احنا شايفين على الشاشه صور لسيدات رائدات في مجالهم سيدات نجحت انها تنافس الرجل ونفسة شريفه في مختلف المجالات في حلقه النهارده هنتكلم عن العمل العمل حق العمل احتياج وبيشرفنا ضيوفنا عبر الانترنت معانا استاذه نسرين نجاتي سيده اعمال وامينه المراه عن الحزب العربي بالاسكندريه ومعانا الاستاذ ماجد صبحي عازر المحامي بالنقد اهلا بكم خلونا نشوف الدراما ونرجع لحضراتكم صباح الخير يا نجوى ازيك يا سلمى صباح الخير يا مها صباح النور يا سالي ايه ده؟ كل شويه كل ما اكلم الوفية مشغول 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 ايه القرف ده بجد انا مش ناقصه اهدي اهدي بس يا سالي معلش علشان خاطري انا بصي كده كده اصلا عم فتحي جاي علشان احنا طالبين منه حاجات بس انا عايزه اقول لك حاجه ممكن ما تضايقيش نفسك وكبري دماغك صدقيني هتتعود المره اللي جايه هي ايه دي اللي تتعود المره الجايه؟ انا عارفه انك متضايقه بسبب موضوع السفريه بتاعت المؤتمر مالها سفريه المؤتمر مالها آه آه شكلي لبخت الدنيا ولا ايه في ايه يا مها؟ في ايه؟ قولي. لا خلاص بقى ما هو مش وقته دلوقتي انت اصلا اصلا متنرفزه خلقه. انا مش متنرفزة ولا حاجه انا بس صرت طول الليل كنت بشتغل وعايزه كوبايه قهوه وكمان ده مش موضوعنا. قولي يا مها اتلغت ولا تاجلت؟ اتحفيني ها؟ أه لا يعني هي اللي تاجلت ولا اتلغت بس أه طارق سعد هو اللي هيسافر دبي علشان يغطي المؤتمر. نعم؟ اهدي يا سالي علشان خاطري اهدي اهدى ايه انا مش ههدى ومش هسيب حقي يا سالي انت رايحه فين يا فندم انا بقالي ثلاث شهور براسل اداره المؤتمر بصفه شخصيه ده غير تعب الكتير في الاحصائيات اللي كانوا طالبينها عن المراه ولا حضرتك ما تعرفوش انهم لما بداوا يطلبوا بياناتي الكامله علشان يعملوا لي دعوه لحضور المؤتمر في دبي انا رفضت وقلت لهم لا الدعوه دي هتيجي باسم الجورنال مش باسمي عادي عادي جدا انت عملت ده مش بمزاجك ده غصب عنك لانك بتشتغلي في مؤسسة محترمة ليك الشرف انك تنتمي اليها ثانيا اتصالهم من الاساس بيكي لانهم عرفوا انك صحفية في جريدة الخبر الحر غير كده محدش هيعبرك طب يعني يا فندم انا انا غلطت في ايه؟ انا مش فاهمه انت ما غلطتيش، ما حدش اي اتهام، انت بس بتطلبي حاجه مش من حقك وحضرتك شايف ان السفريه دي مش من حقي؟ المفروض ارد عليكي وأقولك لك المقابله انتهت لكن انت عشان صحفيه نونو هفهمك. اولا مش من حقك انك تحاسبيني مين يسافر ومين ما يسافرش. انا رئيس التحرير وانا اللي اقرر وثانيا وده الاهم بقى اللي يسافر يغطي مؤتمر زي ده لازم يكون قد المسؤوليه راجل مش واحده عايزه حد يتحمل مسؤوليتها ومين اللي قال لحضرتك ان انا مش قد المسؤوليه الكلام انتهى اتفضلي على مكتبك يا هانم السلام عليكم عليكم السلام لما اخذ يعني اني بزعج حضرتك انا صفاء 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 اللي ولاد الحلال دلوني على حضرتك كلمتك في التليفون امبارح وقلت لك على مشكله اه 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 اتفضلي يا صفاء صحيح, صحيح كل راضيه اهلا يا حبيبتي اهلا ادخلي انا بشتغل بقالي يجي ست سنين من وانا عندي بتاع 12 سنه كده بعد ما خدت الابتدائيه سبت المدرسه اصل ابويا ساعتها تعب قوي وجاله بيدعنك شلل ما عادش قادر لا يصرف عليا ولا على اخواتي فواحد ابن حلال من معارفنا وداني مصنع ملابس، اتعلمت فيه وبقيت بشتغل من ساعتها. اخواتك قد ايه؟ احنا كلنا ستة، أربع بنات وولدين، وأنا أكبر واحدة فيهم. والولاد بيشتغلوا؟ أخويا اللي بعدي على طول في الجيش، بس الفلوس اللي بيقبضها يا دوبك بتكفيه. والتاني شغال صبي عند ميكانيكي فبيقبض باليومية يعني. طيب يا صفاء المصنع اللي أنت كنت فيه ده، مكانه فين بالظبط؟ في مبابة جنبنا في البصرة يعني مصنع كبير شقة فيها يجي بتاع عشر مكانات كده بس شغال ايه الله هو اكبر مقلكيش يا دكتورة ولا اجدعها مصنع بير سلم يعني طيب هو مشاكي ليه ما عجبهوش شغلك ولا انت اصلا ما تعلمتيش فشر يا دكتورة ده انا كنت اشطر واحدة عنده وانا البت الوحيدة اللي تشتغل اي شغلة تطريز تلاقيني على المكنة الاوفر بريمو تشطيب ما فيش اسرع مني الله امال مشاكي ليه عشان ما بقاش عاجبني الحال واتكلمت مع صاحب المصنع في الفلوس القليله اللي بقبضها إنتي بتقبضي كام يا صفاء 600 جنيه يا دكتور 600 جنيه بس ايه اللي فتره ده استغفر الله العظيم يا رب معقولة يا سهام اللي بتعمليه ده انا وابنك وبنتك مستنينك اتأخرت في الشغل ليه؟ هعمل ايه بس يا كمال الشغل كله فوق دماغي انا لوحدي موظفة بقالك 27 سنة وعلى الدرجة الأولى ومش عارفة تظبطي نفسك اظبط نفسي ايه بس هو رئيس القسم اللي عندنا ده بيظبط ما الكلام ده قلتي على رئيس القسم اللي فات واللي قبليه واللي قبليه انت اللي مش عارفه اجري امورك اجري اموري ازاي بس اذا كان رئيس القسم بيجي متسلط على الستات بيسيبني كله شغل كله فوق دماغي انا ولما اجي افتح بقي يقول لي انت خبره يا مدام سهام انا ما اقدرش استغنى عنك يا مدام سهام والرجاله كلها عماله تبرطع وتاخد اجازات ومكافئات وياخدوا كل حاجه وانا ما نفسي لا في كشف مكافئات ولا في كشف علاوات اعمل ايه بس هقول لك حاجه في الخباثه كده قدمي فيه شكوى للمدير مدير اذا كان هو التلميذ النجيب بتاع المدير اللي بيكره الستات ده الود وده يرفض كل الستات يقول لك الستات مكانهم المطبخ بس والله العظيم عنده حق عنده حق طب ايه رايك بقى انا داخل استريح وشوفوا مين اللي هياكلكم <applause> <applause> انا بح يا, يا سهام انا بهزر معاك يا سهام يا سهام انا جعان ميت من الجوع الواحده مننا بتشتغل يجي 8 ساعات في اليوم ومطلوب من الواحده لو شغاله في التطريز تخلص يجي 20 حته ده ما كانش اكتر يعني الحته واقعه على الواحده فينا بجنيه واللي غزك يا ست الدكتوره ان البنات الشقيانه اللي مكفيه طول اليوم ما عينها تاخد 600 جنيه واي راجل شغال معانا هيلا بيقفل الشغل ياخد مش اقل من 2000 جنيه. شفتي ظلم اكتر من كده؟ لا طبعا يا بنتي ما شفتش. بصي هما اصحاب المصانع بتوع تحت بير السلم دولة بيبقوا عارفين قد ايه البنات محتاجه وغلبانه ومنكسره ومش هيقدروا يتكلموا فبينتهزوا الفرصه دي وبيستغلوهم لكن مش هيقدروا يعملوا كده مع الرجاله. كلامك صح يا دكتوره، صاحب المصنع بيخاف من الرجاله بالذات وفي الشغل تلاقيه خلي البنات تطرز عشان ارخص والرجاله يا دوبك تشطب بس. طب ليه ما بيخليش البنات تشطب وتقفل بما انهم بياخدوا ارخص من الرجال؟ عشان لئيم ولا مؤاخذه عامل قطوع بين التطريز والتشطيب عشان اللي بيطرزوا ما يشوفوش اللي بيشطبوا خايف عشان الواحده مننا لو اتعلمت لها كل حاجه ممكن تشتغل من البيت ولا تعمل لها مصنع وتجر بنات وراها زيها بس خلاص انا عرفت هو مشاكي ليه؟ هو لقاكي بقيتي تفهمي في كل حاجه بدا يقلق منك عشان كده مشاكي وانتي لا متأمن عليكي ولا مكتوب لك عقد. عقد يا دكتوره؟ تفي من بقك اذا كان المصنع نفسه شمال. عموما انا هوصل موضوعك ده لاعلى الجهات وهعرف الراي العام كله قد ايه الكوارث اللي بتحصل من تحت راس المصانع اللي مبنيه تحت بير السلم دي. طب والراي العام ده هيشوف لي شغل يا دكتوره؟ <applause> لا طبعا. انا ان شاء الله اللي هشوف لك شغل محترم ومتأمن عليكي فيه. ويصونك وكمان مكتوب لك عاد. ربنا يخليك يا رب يا دكتوره ربنا يخليك ويسترك يا رب ربنا يوقف لك ولاد الحلال قادر يا كريم يا رب تسلمي يا صفاء انا عينيا في حاجه ورجعنا لكم بعد الدراما ونسال استاذ ماجد ايه هي مظاهر التمييز ضد المراه في العمل وايه اسبابها كان في الفترة السابقة مظاهر التمييز ضد المرأة كانت موجودة بشكل كبير جداً لما طلع القانون قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 حط في المواد بتاعته خاصة المادة 88 يمكن القانون ده خصص حوالي سبع أو ثمان أو تسع مواد للمرأة بالذات ونظام التشغيل فيهم حط في المادة 88 أن بتسري على النساء كافة القواعد بالتساوي زيها زي الرجل زيها زي أي حاجة دون تمييز ما بينها وما بين بقية العاملين متى تمثلت اوضاعهم في العمل او متى تمثلت نوع الوظيفه بتاعتهم بعد القانون ده يعني لقينا بعض الناس التزمت بالتطبيق بعض الناس فعلا بقت تحاول تميز تحاول تميز المراه عن وضعها القديم فبقى في تساوي لكن للاسف الشديد ما زال فيه جهات عمل كتيره جدا مازال فيه بعض المنشات وخاصه الصغيره وديت يمكن مشكلتنا العمليه مع المراه في الواقع العملي بنلاقي دايما المراه اللي مهضوم حقوقها دايما بتبقى في المنشات الصغيره اللي هي بتقوم على ثلاث اربع موظفات او ثلاث اربع عاملات او المحل البيع او بعض العيادات مش, مش مؤسسه كبيره او حاجه هيئه المؤسسات الكبيره آه. بتبقى المراه فيها الوعي كويس جدا بيبقى الادارات القانونيه او الادارات اللي هو اصحاب الاعمال بتبقى عندها درايه بالوعي وما عندهاش حته التفرقه ديت في الوقت الحالي الا القليل لكن والعدد اللي أنا بقوله حضرتك هو عدد مش قليل يعني احنا لو كان عندنا كم ألف عيادة على كم ألف مكتب صغير على كم ألف منشأة على كم ألف محل احنا بنتكلم في عدد خمسمائة 600000 ألف منشأة من هذا القبيل شغال فيه ثلاثة واربعة وخمسة احنا بنتكلم على ثلاثة مليون امرأة يعني بعدد بعض الدول دول حقوقهم تقريبا ولا واحدة فيهم مؤمن عليها ولا واحدة فيهم مكتوب لها عقد عمل للأسف الشديد دول يمكن بسبب زيادة العدد قله المتابعه بسبب زياده عدد المنشات ديت فده ادى القانون مديني ان انا في الماده ديت لازم اخلي فيه تماثل ما بين المراه والرجل في الماده ديت انا عندي اهيب بس بالمشرع او ليا امل ان يبقى فيه تعديل تشريع لان عندنا مواد قانون عمل بتقول آه 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 ماسل ما بين المراه والرجل في الحقوق ماسل ما بين المراه والرجل متى ما تمسات اوضاعهم ما تشغلش المراه بعد الساعه 7 وقبل مساء وقبل الساعه 7 صباحا ما تشغلش المراه في بعض الاعمال قانون ماده 88 وماده 89 ومادة, وماده 90 المشكله بقى حضرتك ان لما اجي اتكلم طيب مين اللي ملتزم ومين اللي مش ملتزم آه اي اي قانون علشان يبقى فيه التزام يبقى لازم فيه جزاء او عقوبه للاسف الشديد العقوبه ضعيفه جدا يا فندم يعني لازم نماثل ما بين اوضاع المراه الماده 88 متى تماثلت اوضاعهم لازم اسوي ما بينها وما بين الرجل الاقي الغرامه اللي محطوطه لو رب عمل خالف هذا نلاقي الغرامه اللي محطوطه غرامه 100 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه فانا لو امراه في عمل مرتبها المفروض يصل بتسمح بالظلم نعم؟ يعني دي حاجه تسمح بالظلم مش بيش بت... بتسمح بتسمح بان فيش ردع يعني العقوبه غير رادعه اكيد إي 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 نفس الكلام الماده 89 ما ينفعش نشغل المراه ما بين الساعه السابعة مساء والساعه السابعة صباحا علشان الظروف بتاعه المراه ولو هتشتغل لازم باذن من مديريه القوى العامله وفي بعض الانشطه الوزير حذرها انها تشتغل في الفتره ديت بالليل اه اه نلاقي الغرامه برضو اللي محطوطه في الحته ديت 500 جنيه ف فعلشان كده للاسف اه اه مفيش الردع الكافي في القانون او الجزاء الكافي في القانون اللي يخلي انا كرب عمل لما اشغل امراه عندي في مواعيد غير اللي القانون حددها او لما ما مثلش بينها وما بين الرجل او ما بين الشاب اللي معاها ايه غرامه اللي في الاخر يعني غرامه ايه في الاخر 500 جنيه ابقى ادفعها لو جاتلي بس في المقابل ان انا الغرامه ال 500 جنيه دي وفرت لي ايه يعني انا ميزت ما بين المراه واديتها نص مرتب الرجل إيه لا وفرت لي مبلغ كبير جدا القانون عمل حاجات حلوة وألزم الناس بحاجات كويسة جدا بس للأسف الشديد بعض الناس بتخالف بالكلام ده تمام فده يعتبر صورة أو مظهر من مظاهر التمييز إن هو بيتعامل في مواعيد غلط بيزود مواعيد العمل يعني القانون العمل بيدينا سب 8 ساعات في اليوم تتخللهم ساعة راحة طبعا مش في الواقع العملي في المحل التجارية في محلات السوبر ماركت في العيادات في المكاتب زي ما شفنا في الدراما ان الاجور كمان بتختلف يعني ممكن الفتيات بتاخد اجور اقل اقل بكتير وديت لها اسباب قد تكون اسباب ادبية قد تكون مانع للحرج لان ساعات المرأة لما بتشتغل بتشتغل قد يكون في علاقة جيرة علاقة قرابة المرأة عندها إحساس بعض النساء مش كل النساء عندها إحساس بأن هي مش شغالة للهدف المادي رقم واحد بعكس الرجل بيبقى شغال للهدف المادي عشان التزاماته عشان وعشان فالمرأة بتسكت ما بتتكلمش أنا بقول عليهم النساء العاملات المسالمات آه. لا إحنا عايزينهم مطالبات نحتاجينهم مطالبات بحقوقهن طيب أستاذ ماجد خليني أروح لأستاذ نسرين وأسألها احنا ليه بنحدد في شروط التعيين ذكر او انثى؟ هل المرأة ما تقدرش تقوم بكل الادوار في العمل؟ هنيجي نتكلم ان هي بتستغل عقليا زي ما شفنا في الدراما الجزء اللي هي كانت بذلت مجهود عشان تروح مؤتمر وتحضر حدث كبير وتثبت نفسها فيه وتثبت, وتثبت وجودها وكل الكلام وفجاه لقت ان كل المجهود ده راح لحد ما بذلش ربع اللي هي بذلته فده طبعا بيبقى محبط نفسيا وبيخلي ان المراه ما بيبقاش عندها ثقه حتى في التعامل بعد كده في في مجال العمل لا انا هوفر مجهودي النفسي فده بي بيبقى في ضغط على المراه ان هي بت خلاص يعني هي بتوصل لمرحله انا انا هعمل قد اللي مطلوب مني ومش هبذل اكتر من كده ومش هاخد حقي يعني اه مش هاخد حقي يعني حقي. متخوفه ان مش آه. حدلهم على قد ايه اللي بيدوهني ده ده استغلال لمجهودها العقلي بنيجي الاستغلال اللي هو المجهود البدني اللي هو زي ما احنا شفنا بيشغلها ب 6 7 ساعات وفي الاخر بيديها مبلغ زهيد جدا واذا كان عاجبك وده بيبقى موجود على فكره في فئه معينه بتبقى فعلا محتاجه الماده وده اللي قدامها حاليا والرب العمل هو اللي بيستغل الجزء ده وفي نفس الوقت ان بيجي حد عنده بتضطر دول. انها تخضع لانها محتاجه المادة. ولما بتكلمي رب العمل هو بيقول لك انا الراجل عندي بيبقى شايل الاسره وبيعول زوجه واولاد وعليه مصاريف كتير اكتر منها هي ما, بيبقاش عليها اللود العالي بتاع المصروف فعشان كده انا بوفر الميزانيه بدي للي محتاج اكتر طبعا سبب واهي لان هي دلوقتي احنا عندنا معظم الاسر للاسف موجوده في الفئات اللي هنتكلم اللي هي بتحاول انها بتشتغل عشان خاطر الماده المراه شايله كل حاجه بل في يعني يعني الواحد بطبيعه عمله بيقابل الستات شايله الراجل بالولاد بالبيت بكل حاجه يعني ده اللي هو الجزء اللي احنا بنتكلم عليه استغلال المجهود البدني استغلال العاطفه زي ما شفنا في اخر حاجه ان هو ان هي هترضى كلمتين حلوين فهتبدأ تشيل دبل الشغل المعمول عليها وان هي هتقعد اه وان زميلها في الشغل بيعتمد على حنيه قلبها ان هي هتقعد وتشتغل وتشيل الدنيا دي كلها وهو هيروح يخلص بدل الشغل اتنين ده استغلال طبعا للعاطفه بتاعت المراه وبعد شويه هتوافق مره والتانيه مره التالته لما تيجي هي هتحتاجه في حاجه مش هقف جنبها برضو مش هيرد لها نفس مش هيرد لها نفس اللي هي عملته آه. فبالتالي إيه. انتوا بتحولوا بالطريقه دي بتحولوا المراه ان هي إيه العطاء اللي عندها حته فطره العطاء اللي عندها بتقل نتيجه انها بتلاقي يعني في النهايه عدم من بتحس تأذير. نفسها مستغله بتتحس انها مستغله وعلى كل الاصعده وعلى فكره الكلام ده موجود على كل المستويات وفي كل الفئات في مجالات العمل ومجالات الحياه بالنسبه للمراه المراه بقى اللي بتقاوح وبتجادل وبتحارب وبتعمل هي دي اللي بتعرف توصل انها تاخد حقها بس مش كل الـ الـ النساء عندها القدر بتاع الـ الـ نفس القدرة آه نفس القدرة انها تحارب وانها تاخد حقها ف يعني انا شايفه احنا صدر الفاضل هو اتكلم عن قوانين طيب وبعدين الحل ايه علشان خاطر نشيل حته الاضطهاد اللي بتحس بيه المراه نفسيا واجتماعيا وماديا وكل الكلام ده يعني استاذه نسرين خلونا نروح لاستاذ ماجد استاذ ماجد حضرتك قلت ان قانون العمل بيضمن بشكل كبير جدا حقوق المراه في العمل بس ليه لحد دلوقتي هي بتعاني انها تاخد الحقوق دي؟ هو وصلا لحديث استاذتنا الفاضله في بس حته احتاج اقولها بس لما في حق ما يكونش رايح لصاحبه ده نظام دولي على فكره او موجود في القوانين او الانظمه القانونيه في الدول العالم كلها مش في مصر بس التفسير الفقه ده لو في حق مش رايح لصاحبه او في حد مش واخد حقه كويس بيكون في ثلاث اسباب في اي حته في العالم الثلاث اسباب دول حاجات راسخه ثابته اما ما فيش تشريع يحمي هذا الحق او اما في تشريع ولكن لا يطبق بواسطه السلطات او ان ان في تشريع ويطبق بس صاحب الحق نفسه هو ما بيدورش على حقه هو اللي ما بيطالبش فانا عندي ثلاث اسباب لعدم حصول المراه على حقها هل انا السبب الاول ما فيش تشريع يعطي للمراه حقوقها لا انا عندي تشريع يعطي المراه حقوقها وتشريع حلو جدا وقانون العمل المصري بيعتبر من القوانين المتقدمه في الانظمه الدوليه قانون كويس جدا وبيتعمل له تطوير كل فتره واعتقد ان في مشروع بتعديل قانون العمل في الفتره الحاليه معرفش هيعرض الفتره الجايه الدوره التشريعيه الجايه او خلافه. هل انا ما عنديش تشريع؟ لا عندي تشريع، طيب هل المشكله في تطبيقه؟ التطبيق بتاع قانون العمل اما من السلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه، انا عندي السلطه القضائيه لما حد بيلجا للقضاء بيقول له انا ما خدتش حقي في مصر حقيقة بياخد حقه تالت ومتلت والقضاء بيحكم له تماما جدا وعلى الواقع العملي احنا بنشوف الكلام ده في في الشغل وفي المحاكم لا وبياخد حقه كويس جدا. يبقى قد يكون السبب التالت اه السبب التالت اللي هي الـ الاستاذه اشارت اليها اه المراه بتستغل استغلال عاطفي، قد يكون استغلال عاطفي او قد يكون لان المراه بالفطره هي كائن معطاء، كائن بيدي. أكثر من أي كائن في الوجود فقد يكون أن المرأة مش بتطلب بسبب حرج ده قد يكون رقم واحد بسبب ان فيه عشره بتدوم مع صاحب العمل او في الشركه او 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 فبتقول انا غير الراجل مش مشكله الراجل ممكن يتنقل زي محترف يتنقل كل سنتين في مكان ومش فارقه معاه واطف ربطته بالمكان المكان القريب ده قريب للبيت والمكان ده بعيد للبيت مش فارقه معاه المسافه لكن عوامل كتيره جدا تفرق مع المراه ممكن يكون العمل بتاعها ده جنب الحضانه بتاعت ابنها او المدرسه بتاعت بنتها فتتمسك بالعمل ده رغم الحاجات التانية وما ترضاش تطالب بحقوقها وتعدي شويه علشان الامور تمشي فده اللي بيخلي للاسف الشديد ان فيه مظهر ظاهر في الحياه العمليه ان المراه مش واخده حقوقها بس انا شايف السبب الرئيسي هو ان المراه لم تطالب بحقوقها وانا بشوف في الواقع العملي كتير جدا جدا وزي ما قلت لحضرتك وانا بقول تقريبا ارقام قريبة شوية من الواقع إن ألاف مؤلفة في كل مدينة وفي كل محافظة بيشتغلوا في مكاتب وبيشتغلوا في محلات وبيشتغلوا في مراكز صغيرة ما بيطلبوش بأي حاجة ولو طلبوا يخافوا يمشوهم يخافوا صاحب المكان يزعل فيمشينا ونلاقي شغل في حتة بعيدة فالمشكلة في إن المرأة ما عندهاش أو بعض النساء في هذه الأعمال ما عندهاش هذا الوعي أو هذه الجرأة لكن في الأعمال الكبيرة أو في المنشآت الكبيرة المنشاه الكبيره اوريدي مش محتاجه ان حد بتضمن لها حقوقها بشكل بتضمن لان هي تمام. سيستم محطوط ولوائح كله بيتساوى مع بعض استاذه نسرين معلش انا بس انا عايزه اوجه برضو سؤال الاستاذ الفاضل ان حضرتك دلوقتي بتتكلم على المنشات الكبيره المنشات الكبيره دي عددها قد ايه بالنسبه للمنشات الصغيره اللي شغاله فيها شغالين فيها النساء على المستوى هنتكلم على مستوى المجتمع بتاعنا إيه لو هنتكلم اكتر من 70% اكتر من 70% فمعنى كده ان 70% دول هم اللي بيمثلوا دلوقتي المشكله اللي احنا بنناقشها إيه لا هو اكتر من 70% من النساء اعتقد واخدين حقوقهم في المنشات الكبيره المنشات الكبيره بتبقى عدد العاملات فيها بال 30,000 وبال 3,000 وبال 10,000 يعني بعدد 5 6,000 منشاه صغيره اوكي ما انا بتكلم بقى على النسبه بين المنشات الصغيره والمنشات الكبيره حضرتك دلوقتي هي المشكله كلها عدد عندنا عدد النساء في المنشات الصغيره اتوقع يكون في حدود 30% ده تقدير وجهه نظر شخصيه 30% من المراه العامله في المجتمع لا يا فندم أعتقد. اعتقد لا يعني وال70% موجودين في المنشات الكبيره ما إيه اعتقد اللي شغالين في المدارس حكوميه او مدارس خاصه اللي شغالين في البنوك اللي شغالين في شركات المساهمه الكبيره، شركات المساهمه الكبيره بتشكل 90% من الاقتصاد القومي وتشكل اكثر من 70 او 75% من هو, هو الفكره مش من حجم النسبه قد ايه استاذه نسرين؟ يعني ولو كانت حتى النسبه بسيطه جدا بس هم شريحه في المجتمع ومحتاجين حقوقهم بالظبط يعني معنى حقوقهم. مش معنى ان هم كده قليلين او كتير احنا نقول ما لهمش حقوق، لا مهما تمام. كانت النسبه لا احنا محتاجين نطالب حقوقهم. اوكي انت بقى يعني انا عايز اعرف احنا الناس دي هندي حقوقها ازاي؟ يعني وعلى فكره دول يعتبروا حتى النسبه دي العمود الفقري بتاع المجتمع على فكره العمود الفقري والاضعف يا فندم والاضعف فبيبقى محتاج العمود ده يتثبت ومحتاج انه ياخد حقوقه عشان يعرف يعمل توازن في المجتمع هو ده اللي احنا بنتكلم عليه اعتقد إيه هو, هو محتاج زي؟, زي ما استاذ ماجد قال ان احنا نخليه يطالب احنا ندعمه ونمكنه لدرجه ان هو يطالب بحقوقه ما يقبلش ازاي بقى؟ آآ 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 إزيه؟ اعمال إزيه؟ بدون يعني عقوب هو مثلا الكلام إيه استاذنا فاضل كان رائع في ان احنا نفتقد العقوبه الرادعه لازم اللي هو ارباب العمل اللي المنشات في المنشات الصغيره لا لازم ياخد درجه عقاب عاليه منها ان هو يتهدد المنشاه دي حتتقفل لو النساء اللي شغالين عنده ما خدوش حقوقهم لكن تصالح وفلوس واللي ده كله يعني ما يبقاش الرد ان اخرها فلوس ضعيفه اخرها فلوس خلاص انا هدفع الغرامه وانا همشي المنشاه بتاعتي زي ما انا عايز في النهايه انت يعني بتقتل انسان نفسيا ومعنويا وان هو يقدر يدي الحاجات اللي جواه او انت يعني انت لو طورت وطورت مهاراته هتستفاد اكتر من انك انت تقهره نفسيا استاذه نسرين خليني اسال حضرتك ليه دايما بنشوف في مجتمعنا المناصب القياديه بتذهب للرجال والله المناصب القياديه دي علشان خاطر بتبقي فيها جزئيه انك انتي بتتعاملي مع عوامل خارجيه او بتتعاملي مع علاقات خارجيه فدايما صاحب المنشاه بيفضل ان يبقي الصورة السليمة الكويسة التمام انها تبقى الراجل ده نظرة المجتمع هنا عندنا كده مش بتكلم على ان وهل صورة ده المرأة مش هتكون بالظبط هو العم. بيبقى شايف هو بيبقى شايف ان المعبر القوي وانه إنه يبقى متواجد في, في الوقت اللي هو يطلبه فيه وان هيقدر يعبر عن المؤسسة بتاعته هو راجل هو شايف انه راجل وده اللي انا الجزئية اللي بتكلم عليها ان في النساء ما بتحاربش عشان تاخد حقها هي لما المفروض ان لو احنا بنتكلم عن المنشات الكبيره وان المراه ماسكه منصب وانها تحارب على ان هي تحافظ على المنصب ده وان هي تطور مهاراتها وتثبت ان هي افضل من تقدم للمؤسسه افضل من اللي بيقدمه الراجل ف الى الان يعني هو محتاجه مجهود اكبر بكتير محتاجه إنها مجهود إنها محتاجه مجهود قادرة. ان هي تثبت ان وقت ما, ما المؤسسه هتعوزني او وقت ما انت هتحتاجني في في شغل قيادي انا موجوده لكن هو اللي دايما صاحب العمل عنده تخوف من ان يحصل لها ظرف ما تقدرش تيجي بصفه ان هي ست واعذار الستات كتير ده اللي احنا بنواجهه مع صاحب العمل طب انت حطيت لي ده المدير مع ان هي كفاءتها انها تقدر تبقى المديره لا ما انا ما ظروفها ايه انا ممكن تجي في لحظه تقول لي انا انا ابني تعبان مش هقدر انزل لكن الراجل لا مش مش بيتعرض لجزئيه فالمراه محتاجه في الجزئيه دي بقى بالذات ان هي تفايت تحارب ان تثبت لا انا موجوده في اي وقت وان انا هقدر اسد في اي مكان انا اقدر امثل الممثل المؤسسه فيه تمام طيب أستاذ ناجد حضرتك قلت إن المرأة فعلا ليها حقوق في قانون العمل هل ده بيزيد صعوبة حصولها أساسا على العمل؟ يعني هل في أصحاب أعمال بيرفضوا يعينوا المرأة لأن ليها حقوق؟ اه طبعا آه آه هي المرأة ليها حقوق في العمل لها بعض التحفظات القانون حطتها على تشغيل المرأة في أعمال معينة يعني لو هبص على القرار الوزاري 155 لسنة 2003 هبص الاقي القرار وزي ده بيمنع ان المراه تشتغل في 30 نوع من انواع الاعمال وكل 30 وكل عمل من 30 نوع ده بتفريعاته بمشتقاته بالاعمال اللي, بتدعمه يعتبر تقريبا العمل لوحده عباره عن خمس ست اعمال اخرى فكان ممنوع المراه تشتغل في حوالي اكثر من 100 عمل. القرار ده صعب ولا حلو ولا وحش؟ هو ده في حد حل ذاته مش تمييز ضد المراه؟ اللي يسمع ان الكلام ده يقول ان القرار تمييز ضد المراه هو تمييز للمراه مش تمييز ضد المراه انا في الحته دي مع القانون مش ضد القانون لان هو مانع المراه تشتغل في السلخانات مثلا مكان تقطيع اللحوم وسلخها منع المراه انها تشتغل في الغازات السامه منع المراه انها تشتغل رقيبه على الالات الميكانيكيه المتحركه منع المراه انها تشتغل في الاماكن بتاعت صناعه القصدير وصناعه الإيه وصناعه الخمور و و و فمنعها انها تشتغل علشان ما نستغلش برضه احتياج المراه في ال... في الناحيه الناح... الماديه فبالتالي تقدر تشتغل في اي حاجه يعني. فيعني تتعرض لحاجه قد تحتاج قوه بدنيه منع المراه تشتغل في المناجم والمحاجر وتحت الارض والحاجات دي كلها فكون ان في منع للمراه في الحاجات دي فقد ده يكون مظهره شكله مظهر مقنع او مظهر قد يكون مش حقيقي إن المرأة لأ أنا مثلا شركة شحن وتفريغ حبوب بتنزل من الباخرة حبوب بأتربة بمبيدات المرأة ما تتحملهاش فلما يجي تلاقي إعلان في الجرايد عن تشغيل أو طلب عمالة مثلا في شركة شحن وتفريغ وتلاقي مكتوب مطلوب ذكور فقط ده مش تمييز ضد المرأة هو تنفيذا للقرار الوزاري اللي بيتواءم مع القانون لحماية حاجة في المرأة الحته ديت ما تعتبرش تمييز ضد او ما تعتبر... قد تكون سبب اه عدم اقبال بعض رجال الاعمال على تشغيل النساء آه آه انا برضو عندي حتة آه تعليق صغير على ان حضرتك كنت في السؤال السابق بتتكلمي هل المرأة ده ليه ما بنشوفهاش في المراكز القيادية آه انا شايف ان لو هكلم ان المرأة مثلا في, ال... في المرحلة التعليمية بتاعت الجامعة لو المرأة تقدمت في المناصب الاولى او في المراكز الاولى بتاعت الكليه فدخلت في صف الجامعه فبيتم اختيار مثلا بعض الناس من ستاف الجامعه لوزراء أو, او 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 فمحدش بيقف قدام المرأه انها تتفوق تطلع الاولى على الدفعه بتاعتها وبالتالي محدش هيقف قدامها انها تكون صف الجامعه وبالتالي محدش هيقف قدامها انها ترشح وتختار في المناصب واعتقد احنا شايفين ان في نساء اختيروا في مناصب قيادية وثبتوا نفسهم كويس جدا عندنا مجلس النواب فيه تسعين نائبة منهم ناس من اسكندرية مثلا مش عايز اسمي حد بس ناس رائعات اساتذه ودكاترة ومحامين ومحاميات وصطف جامعة ناس كويسة جدا هي المرأة اول ما بتتحط في اي مكان بتثبت نفسها والساعات وساعات عن خبرة وعن علاقات مع بعض اصحاب الاعمال احس ان هو بيميل الى ان المرأة تكون هي كمان في منصب عالي لان بيضمن استقرارها اكتر من الرجل وفي الوقت الحالي مابقاش في حاجه تعوق المرأة يعني المرأة بقت تضحي ببعض الحاجات في البيت ببعض التزاماتها من اجل اثبات نفسها وده شيء كويس. اضيف نقطة بقى قانونية صغيرة احنا عندنا مثلا في القوانين سريعا جدا احنا عندنا في القوانين بيدوا للمراه حق انها تاخد اجازه سنتين لرعايه الطفل انا عايز اقول زي بعض الدول المتقدمه ان الاجازه سنتين لرعايه الطفل ديت يكون من حق الرجل ايضا في بعض الدول الأوروبية أو الأجنبية قد يكون دخل المرأة أعلى من دخل الرجل فالمرأة والرجل بيوأموها مع بعض فالرجل هو اللي بياخد اجازه سنتين لرعايه الطفل والمراه هي اللي بتشتغل وبتبقى العمليه حلوه وشغاله دي بعض الدول اي نعم قد لا يتعرض قد يتعرض الكلام ده مع الموروث الشرقي والثقافي مع عندنا الثقافه المصريه والشرقيه اكيد شويه بس يعني. انا بقول لحضرتك ده يعتبر واجب على الاب هو المفروض يراعي الطفل من غير حتى الاجازه يعني ده ابنه يعني المفروض يراعي <applause> انا أحب اضيف هنا جزئيه <applause> <التفدلي تصفيق> ان لما حصل الازمه بتاعه كورونا المرأة الدولة هنا وقفت في صف المرأة وقعدتها في البيت عشان خاطر الولاد وادتها مرتبها كامل فده كان في حد ذاته كان اتجاه حلوة جدا من الدولة وخطوة كويسة ان احترمت حقوقها واحترمت ظروفها وظروفها الاسرية واحترمت ظروفها و وظروفها المادية مم. كمان احتياجها المادي وما نقصتش حاجة من مستحقاتها المستحقاتها المالية اللي هي بتاخدها فده كان اتجاه كويس جدا من الدولة وكان تفكير صائب جدا انها حافظت على كيان اللي هو المجتمع في الأزمة اللي احنا فيها يعني تمام أستاذة نسرين في نهاية حلقتنا بنشكر ضيوفنا شكرا أستاذة نسرين نجاتي سيدة أعمال أستاذ. وأمينة المرأة عن الحزب العربي بالاسكندرية أستاذ ماجد صبحي عازر المحامي بالنقد شكرا لحضراتكم النهاردة شفنا ان العمل حق لكل انسان وان عمل المرأة بيعمل توازن في المجتمع وبيديها قيمتها وبيساعد في حل المشاكل كتير اللي بتعاني منها المرأة في المجتمع بتاعنا اعزائي المشاهدين شكرا ليكم واشوفكم في حلقة جديدة ومن حقها